ينضم إلينا من أمام مقر الحكومة البريطانية مراسل الغد عمر شاكر. عمر، هناك زيارة بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره نتنياهو، على ماذا تركزت هذه الزيارة وأبرز الملفات التي تمت مناقشتها؟ الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط هي صلب محادثات الجانبين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الزيارة الخاطفة إلى لندن والتي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، أعلن عنها فقط مؤخرا. وهذه الزيارة كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ستركز بالتحديد على النقاش حول الملف الإيراني بجانبيه، الاتفاق النووي وكذلك التهديدات الإيرانية والتوتر في مضيق هرمز. تحديدا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، هذه الزيارة ينظر لها على أنها مساعي إسرائيلية لحث المملكة المتحدة إلى عدم الاصطفاف إلى جانب المقترح الفرنسي الخاص بتخفيف العقوبات على إيران، أو حث إيران على الالتزام بتعهداتها والحفاظ على الاتفاق النووي. نعلم أن بريطانيا هي من الأطراف الرئيسية الموقعة على هذا الاتفاق ومستمرة في جهود الحفاظ عليه. كذلك هذه الزيارة هي مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي على اعتباره أنه يخوض الانتخابات في منتصف سبتمبر، وهو يسعى إلى تعزيز حظوظ الفوز اعتمادا على نتائج هذه الزيارة. اللافت سهام أن في هذه الزيارة، زيارة نتنياهو إلى لندن، أنه سيلتقي بوزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك أسبر، الذي هو موجود الآن في لندن، وسيكون هناك لقاء بين نتنياهو ووزير الدفاع الأمريكي لمواصلة الحديث حول التعاون العسكري بين الجانبين. هل الأمور تمشي بتشكيل حلف بريطاني إسرائيلي أمريكي في بعد هذه الزيارة، ويكون مخالف نوعا ما مع أو لا يتوازى مع الموقف الأوروبي؟ يمكن القول أن هناك نشاطا دبلوماسيا ملحوظا هذا اليوم في مقر الحكومة هنا داونينج ستريت، رغم انشغال بوريس جونسون والسياسيين والحكومة بملف الخروج وأزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا النشاط الدبلوماسي المتمثل بحضور نائب الرئيس الأمريكي كذلك مايك بنس، الذي التقى بجونسون قبل نحو ساعة من الآن، كذلك وجود وزير الدفاع الأمريكي ووجود رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد يعطي انطباعا على أن هناك مساعي حثيثة تجري الآن في هذه الأوقات لمواجهة التهديدات الإيرانية، وكذلك للوقوف على آخر التطورات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. بنيامين نتنياهو سبق هذه الزيارة بتصريحات ذكر أن هذه الأوقات ليس أوقات مناسبة لإجراء الحوار مع إيران، بل لإجراء المزيد من الضغوط على إيران في هذه الأوقات، وهذا ما يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك عمر شاكر مراسل الغد، كنت معنا من أمام مقر الحكومة البريطانية بلندن.